طيب، بخصوص أسئلة الامتحان النصفي، خلينا أول نحل أسئلة الكود وبعديها بنروح على الاختيار المتعدد. تمام؟ طيب، أول سؤال كود. هذا مطلوب إنه أنت تكتب دالة هي تعريفها، تمام؟ تاخد students. students هذا عبارة عن dictionary، هي شكله مثل هيك. key value، الكي هو عبارة عن رقم جامعي للطالب، والvalue هو العلامة. المطلوب انه بدي اياك ترجع لي الرقم الجامعي للطالب اللي تحصل على اعلى علامة، ولو كان في أكثر من طالب متحصل على أعلى علامة برضه بدك ترجع لي إياهم. في كل الأحوال بدك ترجع ليست. طبعاً هنا في تأكيد إنه أنت يفترض ما تعملش لا input ولا print، بس بدك تتعامل تتقيد بتعريف الدالة المطلوب. هنا لو مررنا له هذا الديكشنري هنا في التست، مثلاً عندي هذا 90 87 90 93، أعلى علامة 93 اللي هي 1 2009 1 1 2 2، رجع لي إياها كليست. هنا في طالب واحد جايب أعلى علامة. هنا عندي 60 89 89 78، أعلى علامة 89 اللي هم هدول الطالبين، 2017 2 2 3 3، 2010 3 3 4 4. هاي تمام. فبالتالي انت بدك تتقيد انه انا يفترض لما امرر لك هدول الطلاب بترجع لي هاي النتيجة، فبالتالي بتعرف انت ايش المطلوب بالضبط. تمام. طبعا انت بدك تتقيد بتعريف الدالة المطلوب زي ما هو هيك، وبدك تكمل الكود عليه مباشرة. فهنا هاي تعريف الدالة زي هيك، وهنا هذا نعمل له كومنت مؤقتا. أول حاجة شو بدنا نسوي؟ هاي مرر ديكشنري، مطلوب إنه إحنا بدنا نعرف أعلى علامة. أول حاجة يبقى ستيب واحد، إنه get the max mark. بدنا نجيب أعلى علامة. كيف بدنا نجيبها؟ ليش 4؟ ممكن نجيبها بخطوة واحدة لو أنت متعامل يعني إنه عارف الدوال اللي مرت علينا في الليست وفي الديكشنري بالضبط. يبقى هنا max، دائرة الماكس بتجيب لي أعلى قيمة من ليست، والليست هذه هذا كان في عندك سؤال زيه مشابه في مسائل الديكشنري اللي احنا حليناه، student.values. فهذه بترجع لي الفاليوز اللي هي العلامات as a list، فبالتالي احنا طلبنا ناخذ الماكس فيها، فبالتالي هنا تخزن عندي أعلى علامة. هي جبنا أول خطوة. الخطوة الثانية بدنا نحدد الأرقام الجامعية للطلاب اللي لهم نفس العلامة هذه. get student id with max score. هذه ساعتها بحتاج اعمل loop for std id. طبعا قبل هيك يفترض انه انا بعرف list بحط فيها الطلاب اللي جابوا اعلى علامة، فبعرف top std أو ID أو top std بتساوي list فاضية. هنا n برضو students dot keys. هنا بنروح نفحص
علامة كل طالب، هل هي بتساوي الماكس؟ إذا بتساوي الماكس خلاص بيكون هو من التوب ستودنتس. فبالتالي إذا ستودنتس أوف بتعطي له كي اس تي دي اي دي، هذا ايش بترجع؟ فاليو اللي هو العلامة. بدنا نفحصها هل هي بتساوي الماكس سكور؟ إذا كان هذا الكلام ترو بنعمل أبند، توب student.append بالرقم الجامعي اللي هو std id لهذا الطالب. بس خلاص return لهذه الليست. طبعا هنا الفحص هذا نفس الفحص اللي انا وريتك اياه في ملف الامتحان. هاي نشوف الكلام صح. هنا اول تيست مفروض رجع لي 1/2009 1/1/2/2، وهنا 2017/2/2/3/3 2010/3/3/4/4. خلينا نشوف هذا الكلام هاي التست الأول وهي التست الثاني. نعمل ران تمام نفس الحل المطلوب. واضح؟ طيب السؤال الثاني هذا سهل. ايش المطلوب؟ كتابة دالة، هاي تعريفها، بتاخد الليست A وبتاخد الليست B، ومطلوب انه لو كان الليست لهم نفس الطول اجمعهم ورجع الناتج كليست، لو كان طولهم مختلف بدي ارجع ماينس واحد. فهنا نفس التعريف، فبالتالي هنا ايش مررت له؟ 1/3/4 وهنا 4/5/6، يفترض انه 1/4/5 3/5/8 هيها 4/6/10 وهدول طولهم متساوي، يبقى انه هي الناتج عبارة عن ليست مجموع كل عنصر بالعنصر المقابل من الليست الثانية. لكن هاي هنا في عندي ثلاث عناصر وهنا ليست عنصرين، يبقى على طول برجع ماينس واحد. ناخذ تعريف الدالة زي ما هو مطلوب. اوكي خلينا، يبقى اول حاجة بدي افحص اذا كان، كيف بدي اعرف انه الليست هدول طولهم مختلف؟ باللم، اف اللم تبع الاي ما بيساوي لين تبع البي، ساعتها بدي اعمل return minus one. else خلاص هدول طولهم متساوي وبدنا نجمع كل عنصر بالعنصر المقابل، يبقى return في سطر واحد نقول له هنا x زائد y، والx والy هذه بدنا اياها تلف for x y n زد اي بي للاي والبي. في سؤال في الاختيار المتعدد عن زد اي بي هنشوفه، هذه مرت علينا احنا شرحناها قبل هيك. هي فعليا انه تعمل لي اتريشن على تو ليست، احنا اخذنا نعمل اتريشن على ليست واحده، فبقول فور نمبر ان ليست وبلف عليهم. طب لو كان في عندي تو ليست ايش بستخدم؟ بستخدم الزد اي بي، فبقول له لف لي على عناصر A و B والإتريشن فاريبل راح يكون ل A X و Y ل B. تمام؟ هنا نشوف الفحص، هنا حكينا يفترض يرجع لي 5 8 10 وهنا ماينس 1.
تمام. هو فعليا عشان انت تشوف تأثير هاي خليني اطبع لك اياها قبل ما اعمل ريتيرن هنا، ومش مطلوب انت عندك في السؤال، بس عشان هنا بطبع لك اياها كليست. شوف كيف شكلها، ايش راح اعمل؟ هاي تطلع لي هنا وتطلع لي هنا. ايش انا مررت له؟ 1 3 4 كليست، 4 5 6 كليست. ايش راح اعمل لي في زد اي بي؟ انه عمل كتابل 1 مع 4، هاي 1 مع 4، بعديها 3 5، هاي 3 5، يبقى العنصر الاول مع العنصر الاول، العنصر الثاني مع العنصر الثاني، 4 و6، هاي 4 و6 في كل ليست. فبالتالي هي انت فعليا بتعمل iteration على 2 lists، تمام بهذا الشكل. السؤال اللي بعد هيك، هذا مر عليكم كتير، انه حكيت لكم انه نمط السؤال بيجي في الدكشنري انه احنا بدنا نعد الكلمات الاعلى تكرارا، بس هنا طلبت انه مش بديش كل الكلمات، بدي ان التوب ان، اعلى ان من الكلمات. فبالتالي الداله هذه شو بتاخذ؟ بتاخذ تكست وبتاخد ان، اللي هو الان المطلوبه. لما مررت هنا الان كانت 3، بمعنى معناها بدي اعلى 3، كانت 2 يعني بدي اعلى 2 بهذا الشكل. فخلينا نشوف هنا، طيب هاي النص يفترض ان انا اقطعه واعد، فعشان هيك اول حاجه بعرف ديكشنري فاضي. كيف بدنا نعد؟ بدنا نقطع، فبنلف for word and text. كيف نعمل count؟ of the word بتساوي counts dot get word to 0 زائد 1. هيك خلصنا. يبقى ستيب 1 count، ستيب 2 get most frequent او n most frequent words. هاي بنعملها، حقيقة انا بدي الاعلى تكرار. انا عندي ايش الكي؟ أنا عندي الكي هو عبارة عن الوورد، والفاليو هي عبارة عن الفريكوانسي. فعشان هيك أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أعكس الفي والكي، لأنه أنا بدي أرتب حسب الفاليو، حسب الفريكوانسي، حسب التكرارات. فخلينا نعملها في خطوة واحدة، بعمل return طبعا sorted، بدنا نرتب. ايش بدي اعطيها؟ ليست، وهنا بدي انا بدي اعمل لك اياها، ركب لك اياها بالترتيب. والسورت هذا باي ديفولت ايش بيرتب؟ تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعدي، يبقى من الصغير للكبير. احنا ايش بدنا؟ تنازلي، بدنا الاعلى تكرار وبعديها للاقل، الاقل تكرار. فبالتالي هنا ريفرس، هاي جاب لي بتساوي ترو، تمام. يبقى هنا في السورت ايش اعطيته؟ اعطيته ليست، وبدنا اياها ترتيب تنازلي. ايش بدنا نحط في الليست هاي؟ بدنا نعكس. فبحكي هنا في تابل vk n for kvn counts dot items بهذا الشكل. خلصنا؟ لسه ايش باقي؟
باقي انه من النتيجة هذه اللي انت رتبتها بديش اياها كلها. ايش بدي؟ التوب ان. بالضبط. فكيف بدنا نجيب التوب ان كليست؟ نعمل سلايسنج للليست بهذا الشكل. فبالتالي هي الان هاي مرر المستخدم بده 3 بيجيب لي التوب 3، بده 5 التوب 5. طيب نشوف الان هنا هذا التست، هنا جاب لي اعلى 5 حسب ما هو محطوط هنا. يبقى هاي الكلمة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. تمام؟ لو بده التوب 3 بيجيب لي. تمام؟ آخر سؤال برضو سهل. بدنا نجيب النيبورز. يمين وشمال، بس ايش الشرط؟ انه يكون الجار على اليمين بيساوي الجار على اليسار، يعني طلع لي في هاي الليست. انا عندي هنا اول عنصر بنفحصوش لانه ملوش جار على اليسار. بنروح على ثاني عنصر، 2 جاره على اليمين على اليسار 1، على اليمين 1، الواحد بتساوي الواحد، اللي على اليمين واليسار بيساوي بعض، يبقى الاثنين مطلوبه. هيا روح على العنصر اللي بعده بعد الاثنين، 1. ايش في عندي؟ على اليسار 2، على اليمين 2 بيساووا بعض، يبقى الواحد مطلوبه كذلك. هاي روح بعد هيك بعد الواحد على ايش؟ على الاثنين. ايش عندي على اليسار؟ 1، على اليمين 4 مش مساويه. خلاص بروح على العنصر اللي بعده. ايش هو العنصر اللي بعده؟ 4. يسار 2، يمين 4 مش مساوية، وهكذا للآخر. بلاقي بس إنه 2 و1 هما اللي بحققوا الشرط، هذه العناصر. تمام؟ يبقى هنا بالضبط نلف عليهم 4 I in range. من وين نبدأ؟ من الصفر الواحد، لأنه حكينا أول عنصر مالوش جار على اليسار، فبالتالي الاندكس 0 بنفحصوش، نبدأ من الاندكس 1 لغاية لين ال A ماينس 1. كذلك آخر عنصر على اليمين بنفحصوش لأنه مالوش جار. طيب بروح بفحص إذا كان، ايش الشرط؟ ال A of ال I minus 1، هذا الجار على اليسار بيساوي الجار على اليمين. ايش هو؟ هو ال I plus 1، I زائد 1. ساعتها ايش بدي اسوي؟ هنا قبل ما ادخل اللوب يفترض انه انا اعرف ليست فاضية بعرف فيها العناصر أو بضيف فيها العناصر المطلوبة، وهنا بعمل append لإيش؟ A of إيش؟ of ال I. خلاص انتهى الحال. بعمل return للرزق. الآن نفحص هاي الليست، يفترض إنه يرجع لي إيش حكينا؟ الاثنين والواحد. لو هذا على سبيل المثال نعمل تيست ثاني، وهنا حطينا كمان 4، ايش راح يرجع لي؟ نعم. كيف؟ لأنه أنت بتعمل هنا زائد 1، فأنت بتصل لآخر إندكس وبتقول له زائد 1، أنت بتطلع برات الليست فبيطلع لك إيرور. تمام؟
طيب هيك بنكون خلصنا كل أسئلة. نيجي الآن لأسئلة هاي ريموف لل 42. 42 مش موجودة، فبالتالي الايرور ايش بيطلع؟ فاليو ايرور. حكيت لكم نبهتكم دائما انه ما دام الفاليو مش موجودة في الليست فنوع الايرور فاليو ايرور. هذه اكستند concatenation، concat للليست، يبقى بدمج تو ليست مع بعض. الاكستند كانه بروح بضيف هاي على الاخر هنا، فبالتالي الجواب راح يكون هذه اخر واحده. فهنا اخر عنصر انا عندي 74 15، ايش بنضيف عليها؟ 1 2 15. نعم. في سؤال ثاني على الابند. تمام؟ عشان احيرك. لا عارف. هاي شو النتيجة؟ تبل، مقارنة التبل. خلاص أول عنصر الواحد أقل من، لا هذه ترو. لا عفوا، لا لا عفوا، واحد أقل من الصفر لا أكبر منها، فبالتالي فورس، ففيش داعي أن أنا أطلع على البقية على طول فورس. هذه أبنت ساعتها بضيفها هيك زي هيك، فبالتالي الابند هنا بضيفها كله كعنصر واحد. الابند بضيف لك element. تمام؟ فبالتالي هاي الحال. هذه شو بتسوي؟ فبالتالي انا عندي رايت، بس وين؟ على سطح المكتب ولا مجلد حالي؟ مجلد الحالي. تمام؟ يبقى هنا تكتب فوقه، فبالتالي اذا كان الملف موجود تفقد محتوياته، وبالتالي الخيار الثاني. هذه لا value error، برضو نفس الفكرة، مدام الفاليو 5 مش موجودة في الليست بطلع لك value error. متى بطلع لك الindex error؟ لما يكون جوا الindex. هايو زي هيك مش موجودة أنا عندي. يبقى هنا حكينا A بتساوي 1 2 3، هنا بقول له A اوف الزيرو بيرجع لي قيمة، A اوف الأربعة ساعتها index error. أما أقول له A dot index مثلا 5 والخمسة مش موجودة بيرجع لي value error. هذه اندكس ايرور، خلي بالك من الشغله. فبالتالي دائما في الليست اي شغله مش الفاليو مش موجوده في الليست في الغالب نوع الايرور فاليو ايرور. تمام؟ هاي الكاونت والاندكس، اما الباقي بغير انا عندي. بس خلي بالك هنا في نوع الأسئلة اللي بتكون تشيك بوكس، لو أنت اخترت خيارات يعني أنه أنت عملت احتياطاتك أنه أنا بروح بختارهم كلهم أو بختار كمان تنتين احتياط، بيكون عندك بالماينس، الخطأ بيصير عندك بالماينس. يعني مثلا أنت يفترض تختار الكاونت والإندكس، قلت خلينا أحط الاحتياط سورت والإكستند، خلاص هذا بضيع هذا زيرو. هذه الشغلات هذه تصليح، هذه اختيار متعدد في شيء في مزح. تمام؟ لا لا انا طلبت من الموديل انه هو يسوي زي هيك، لانه انا بديش اياك تتحايل انه انت لو اخترتهم كلهم يبقى خلص انت مختار اثنين وانت بدك تعتبرها صح. لا ما فيش تحايل. الكاونت لل 13 زيرو، لا value error ولا index error ولا type error. بالضبط، انت بتقول لي شو تكرار ال 13 انا عندي في الليست؟ بقول لك زيرو من المرات، صفر من المرات. تمام؟ هذه
هذه أنا شرحت لكم إياها والناتج تبعها زي هيك زي ما شفنا قبل شوية في المثال. تمام؟ فبالتالي بيعمل إيتريشن بياخد الواحد مع الأربعة، اثنين مع الخمسة، والثلاثة مع الستة كتابلز. هذه مدام أنا عندي زيرو وفي عندي هنا هاندل الاكسبشن يبقى بيطلع لك هذه الايرور مسج. نعم، هذه هنا الوضع A أبنت بالضبط. مجلد حالي بيفقد محتوياته؟ لا بيفقدش. مجلد حالي وبضيف في نهايته؟ آه، يبقى الخيار الثاني. سطح المكتب بدك تكتب المسار انت عندك بالكامل لسطح المكتب، فهنا ما دام مش مكتوب مسار يبقى في المجلد الحالي. هاي سبعة. نعم، هذه آخر واحدة. صفر أقل من خمسة ترو، خلص فيش داعي تطلع على الباقي، فيش داعي إنه أنت تطلع على الباقي، فبالتالي إنه ترو. هاي هذا سؤال كود آخر سؤال. هاي شو بتسوي؟ هذا يكون كاتينيشن بالضبط. هو فعليا بجمعش التو ليست، بعملهم كونكات، فبالتالي هنا 1 2 3 4 5 6 هذا الخيار. تمام.